سلطة الدجاج. صاحب المطعم هو الشيف وهو اللي بحرية تامة تخافش مش حضربك. جيبوا السكين. سمكولة نزلت على السوق. والسلام عليكم يا قوم، أخباركم؟ كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. قبل ما ندخل بأجواء الحلقة، اللي مش عامل اشتراك ينزل يعمل اشتراك واللايك من أجله لنهاية الحلقة إذا عجبتكم. اليوم إجتنا أول دعوة لمطعم نجرب فيه البرجر، حكي لنا تعال جرب البرجر عنا، وإحنا جماعة بس بدنا فرصة فتعال صورنا. قبل ما ندخل بأجواء الحلقة بدنا نشوف آخر التطورات. قضيتنا مش قضية يوم ويومين وفترة ومقاطعة بسيطة، قضيتنا بلشت معانا من لما ولدنا وقبل. فلازم نكون فاهمين إنه سنة الحياة والمراحل اللي كانت ماشية فيها القضية، اليوم التحرير قرب لدرجة ما كنا منتخيلها. والفضل لربنا في هذا الحكي ولرجال المقاومة الأشداء اللي ربنا حكى عنهم، اللي قاعدين بيحموا ظهورنا وواقفين بوجه كل العدوان في العالم. هم وكل حدا مرابط وموجود بفلسطين وقادر انه يغير في هاي القضية، هم كلهم الصف الاول واحنا الصف الثاني، لحد ما بيوم نكون كتف بكتف معاهم ان شاء الله ونحرر ارضنا. وين وصلنا بالمقاطعة؟ المقاطعة ولله الحمد مستمرة والناس نفسها طويل هالمرة، وبدنا نكون فاهمين انه قد ما نفسنا طويل اللي قبالنا برضو نفسه طويل وقاعد ببطش وقاعد بدمر بغزة وبنتقم. لازم نفهم انه احنا لازم نضل مستمرين للتحرير، فما بدنا الهمم تفتر أو تهدى ونكون إحنا الضعف بهاي الحلقة. إذا بدنا نكون كتف بكتف مع الصف الأول لازم نشد بالمقاطعة وأنواعها وبالوقفات اللي بتصير بشتى بقاع العالم. إحنا جزء من التغيير، إحنا جزء من الضغط. يا جماعة الخير، ما أعتقد في حدا حس بشعور إنه تحرير قرب زي ما إحنا حسينه اليوم. فاللهم انصر أهل غزة والمجاهدين يا رب العالمين. فما بدي أطول عليكم، توبة، تكثيف الدعاء، المقاطعات، الوقفات الاحتجاجية، كلها بتصنع التأثير والتغيير. اللي جاي جاي عاجلا أم آجلا يا جماعة الخير. فخلينا الآن نطلع على مطعم البرجر، وبعد البرجر في كومنتات كتير بدنا نقرأها، زمان ما قرأنا كومنتات. يلا ندخل في الحلقة. من أمام سموك تاب، زي ما حكيت لكم الشيف وصاحب المطعم هلا بتتعرفوا عليه اسمه يزن، بعت لي وحكى لي بالحرف الواحد تعال جرب البرجر من عندي واحنا مطعم بس بدنا دزه، مين ما يجربنا بيرجع لنا. فحكيت له ابشر، وبما انه اول مطعم واحنا على اليوتيوب بيحكي لي تعال جرب، فلبينا الدعوه وجايين نجرب. تعالوا نشوف ايش بيسووا في المطبخ. شيف يزن، هلا حبيبي، شو الاخبار؟ الحمد لله يا عسل. اول شيء اشكرك على الدعوه، ثاني شيء شيف يزن بايده شغال في المطبخ. شيف احكي لنا عن المطعم هيك بشكل سريع. احنا مطعم سموك تاب عاملينه، انا حابب نعمل شيء هاي كواليتي وبسعر يكون مناسب مع الكل، هاي فكره المطعم هذا بالاساس. يعجبك المحتوى والاكل وتعطيه رايك بحريه تامه، تخافش مش حضربك. شيف حكى لي اول ما حكيت له جيبوا السكين، هلا بحكي مش حضربك. ورا ورا الكواليس هذا. انا غششت الشيف اني بحب الماشروم. خلينا نجرب اولا، يلا على البرجر. ماشروم برجر وسموكت برجر وتشيكن كلاسيك وفي داش هاي، ححط لكم صفحتهم وتشوفوا المنيو من عندهم. اليوم مش دافعين يا جماعه الخير، اليوتيوب عم بتجيب نتيجه. اهم شيء انهم مقاطعين، سمكولا نزلت على السوق. ماشروم سموكت برجر، باربيكيو سموكت برجر، من السندوتشات اللي بتحكي لك كلني. الماشروم دقيقة بحكي لنا فيري هوت صوص، اللحمة كواليتي عالي، الماشروم ماشروم حقيقي مش معلب، خبز البريوش اللي كتير طري اللي محمص بالزبدة. روح الباربيكيو، هذا المنظر حتشوفوه لما انتو تطلبوا او تيجوا تجربوا، مش مزود ومش عامل عشاني عم بصور. بسم الله. بحب سندويشة البرجر اللي هاربة منك. انا من اللي بفضلوا الماشروم، حبيت الباربيكيو. هاي باربيكيو بمفهوم الباربيكيو، مش صوص باربيكيو. البصل المكرمل داخل فيها طعم الباربيكيو مع كل اشي هيك، التشيز رجع للماشروم بلا حكي زياده. ونشوف اللي بده ينزلنا اياه بعده. اللي بحب الماشروم على ضمانتي. هاي اول مره بجرب بديل غير الماتريكس، نشوف سماكولا.
البديل يا جماعة في كل إشي صار موجود وصار فيه خيارات كمان. جربنا البرجرتين، نشوف الكلاسيك التشيكن برجر كلاسيك أو التشيكن كلاسيك برجر وسندويش الزنجر. هلا بفهمكم شو قصة الزنجر. تبلي صح، مستوية صح، فيها نكهة حلوة. بحب الصدور بهاي الطريقة، بنصح بها. الزنجر، شو قصة الزنجر؟ وليه مش موجودة هون في المنيو؟ الشيف عنده منيو كامل تاني، سيكريت منيو للموظفين، للي جاي على المطعم هيك حاب يطلب اشي غير البرجر، عنده فاهيتا زنجر، الاشياء هاي اللوكال الشعبية كلها موجودة المفروض. سلطة الدجاج، سلطة الدجاج نعتبرك زي ما سمعتوا. قبل ما نجرب آخر طبق خلينا نحكي كم شغلة. سموكت هاب يستحق التجربة. صاحب المطعم هو الشيف وهو اللي قاعد في مطعمه بحضر لكم الأكل اللي حتذوقوه من عندهم. إذا جاي عبالك برجر ومتحير وبدك خيار توثق فيه، سموكت هاب من هاي الخيارات. اللي بحب الماشروم بنصحك تجرب سموكت ماشروم برجر. اللي بحب البرجر إجمالا بنصحكم تجربوا البرجر البيف من عنده كل أنواعه، لأنه اللحم كواليتي المكونات. تفضل. وكمان شغلة شفتهم اليوم منزلين عرض الجمعات 17 دينار للي حاب يعطيهم فرصة ويجرب. مش حاب تأكل خبز، حاب هيك يعني كل موضوع خبيص بس مش كتير. إلك عليها لذيذة. فرايز مع سلطة مع صوصات مع شوية دجاج او لحمة حسب انت ايش بتحب، جد قوية. نختم من عند سموكت هاب بالماشروم، استناني كانت هاي اغلى سندويشة في المطعم ب 4.35 قرش يعني، وهاي الكواليتي وهذا الطعم حرام. تعالوا جربوها وعلي بعده. كومنتات كومنتات، زمان عن الكومنتات. فراس الشيخ بحكي لنا استمر يا رب تطلع تعليقي، بحبك متابعك فراس الشيخ. فراس الشيخ هاي تعليقك، الله يسعدك يا رب، وانا كمان بحبك كلكم حبايب قلبي. ميسو العنزي بتحكي لنا امس سبحان الله كنت بقول له يصور فيديو عن افضل شاورما، اهل الاردن ادعوا لي اخلص اختبارات واجي ازوركم واجرب الذ شاورما. تشرفينا يا ميسو في الاردن وبتجربي الذ انواع الشاورما في هذا البلد. احنا يعني المفروض نكون عاصمة الشاورما في العالم، فاكيد ستجدين ما يسرك. اشكرك يا ميسو على الكومنت. حسام بحكي لنا اتمنى اخوض هذه الجولة الممتعة، يعني ان شاء الله يا حسام بنخوض مع بعض هاي الجولة الممتعة. وأكيد بيوم الأيام حنكون قادرين نرتب هذا النوع من الحلقات أو هذا النوع من الطلعات اللي نجرب أنا وإنتو مع بعض مطاعم بنحبها. أشكرك يا حسام على الكومنت. حبيبنا مصطفى بحكي لنا إذا ظليت بهالمصداقية راح يكون إلك مستقبل كبير باليوتيوب. إني داع فأمنوا يا رب يا جماعة الخير. أشكرك يا مصطفى على الثقة. يا جماعة الخير فقرة الكومنتات هاي لو إنتو ما عم بتشوفوني بصور لكم إياها، بس أنا بكون أقرأ كل كومنتاتكم وعيش اللحظة معكم. كومنتات بالجملة هون بحكوا لنا كوخ الشاورما وكل شيء عندهم على الفحم وربي شيء فخم، يعني هذا مطعم كوخ الشاورما ان شاء الله منجربه. رأفت بحكي لنا نصيحه جرب شاورما اللحمه من الريف راح تفاجئك. ان شاء الله منجرب شاورما اللحمه من الريف يا رأفت. راف موبايل معلق لنا جرب شاورما النور الصافي وينبيع الشام جنب بعض ماركه الجنوبيه، جد حابب اعرف رايك وتقييمك لهم وكالعاده اسطوره. اشكرك يا صراف موبايل. ليش ما تعمل حلقه بمطاعم الشاورما اللي بمخيمات الاردن، خاصه مخيم البقعه، مطعم بيت الشاورما ومطعم تكرم عينك بشهو. أشكرك يا فداء على الكومنت وأشكركم جميعكم على الكومنتات هاي. كل هاي المطاعم إن شاء الله إن شاء الله الله يحيينا وحنجربها كلها. زارة بتحكي لنا يا الله مطعم عالية وهالمنطقة كلها بتذكرني بطفولتي، أحلى ذكريات ذكريات الأكل يا جماعة الخير. أشكرك يا سارة على الكومنت. رد فلور بحكي لنا أو بتحكي لنا محتوى رائع بس بدنا حلقات شاورما أكثر، وإحنا بنقدر نستغني عن الشاورما، حلقات الشاورما إن شاء الله مستمرة معانا. كل أنواع وأصناف الأكل إن شاء الله حتشوفوها بهاي القناة كثير. دانا بتحكي لنا كنت باكل سندويشة من عند الريف ولقيت الفيديو بوجهي،
عندي يا محاسن الصدف، البطون عندي بعضيها. الريف كان قوي بحلقة الشاورما. أشكرك على الكومنت يا دانا. زايد بحكي لنا عن قريب راح تكون من أقوى اليوتيوبرز، كل الدعم أخوي إسماعيل. أشكرك يا زايد على الثقة، وإن شاء الله يا جماعة الخير بكون عند حسن ظنكم وبنكون من أفضل اليوتيوبرية في مجال الأكل والنافس. عبد الله ابن عمي معلق لنا، كنا 10,000 صرنا 11,000. بحب أحكي لك يا عبد الله، صرنا 16,500، قربنا على 20 يا جماعة الخير. أشكرك يا عبود. محمد صديقنا بحكي لنا اعملنا حلقة عن مطاعم بديلة وتكون وطنية لحتى ندعمها، يعني مثلا ماكدونالدز مكانه برجرايز وإلى آخره. بالحلقة الماضية عملنا هذا الموضوع يا محمد وبلشنا بسلسلة البدائل، إن شاء الله قريبا حتكون كتير على القناة. وإحنا خلص أصلا موضوع البدائل هذا المفروض بلشنا نتجاوزه، لأنه طعمنا بتجنن وبتشهي وندعم المحلي نصرة لقضيتنا، وأكيد عشان ننهض بمجتمعاتنا ونكون إحنا بندعم المحلي يا جماعة الخير. أيس بحكي لنا أو بتحكي لنا مقاطعة، يعني مقاطعة وأبدية، فيش إشي ما إله بديل، وافقك الرأي. فعليا يا جماعة الخير بعد ما الواحد بس هيك يفتح عيونه شوي بفهم إنه المقاطعة هي المقاطعة، وكل إشي إله بديل، كل إشي إله 100 بديل وأفضل كمان. والحمد لله، الحمد لله إنه قاعدين بنصحى على هذا الحكي. واستمر بمحتواك القوي، بنعطيك اللايك قبل المقطع يبدأ لأنه قوي في المجال وبتستاهل. بس أجين المقاطعة مقاطعة، واكتبوا لنا يا جماعة كيف همتكم بالمقاطعة الحقيقية الأبدية. شكرا على الكومنت. غيث بحكي لنا أتمنى تبلش سلسلة بدايل المنتجات مثل نستلي نسكافيه ليز مارس وباقي المنتجات، وشكرا على محتواك الجميل. الحلقة هاي قريبا في الاستوديو ان شاء الله. محمد بحكي لنا بدنا فيديوهات بالاستوديو، ويعطيك العافية يا وحش. محمد قريبا في الاستوديو ان شاء الله، وبوعدكم بالشتاء تشوفوني بالاستوديو لحد ما تحكوا لي خلص ارجع اطلع برا. سارة بتحكي لنا السلام عليكم، في مطعم بيتزا كمان اتوقع بيطلع اقوى من القيصر اسمه بيتزا باي بالمدينة الرياضية، اتمنى تجربه وتقيمه. ان شاء الله يا سارة منجرب هذا المطعم وبنحكي لكم رأينا فيه، واي اشي بديل ان شاء الله قوي. بكاسو معلق لنا، اللي راح يصير انه هسه وبرغبة الشعوب العربية بمقاطعة الشركات الاحتلالية، وراح تعمل بدائل عن المنتجات الاحتلالية زي فكرة ماتريكس، لسه اليوم خطرت على بالي وسبحان الله، او خطرت على بالي وسبحان الله. غير انه راح ندعم منتجات ومطاعمنا ومحلاتنا، فهذا اشي كويس. بالضبط يا بكاسو، هذا الاشي اللي بنحكي فيه. والقوة لا بارك الله في الضعف، خلينا نكون امة قوية ومتحدة، وزي ما بيحكوا متحدين نقف متفرقين نسقط، خلينا نتحد. ما اكون طولت عليكم، هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى يكون هذا النوع من الحلقات عجبكم. الآن بقدر أحكي لك إذا عجبتك هاي الحلقة وهذا النوع من الحلقات، ما تنسى تعمل لنا أحلى لايك، وأكيد ما تنسوا تشاركوا الحلقة مع ناس بتحبوها وبتحبوا تجوعوها. وبنحب نذكركم إنه حلقتنا بتنزل كل ثلاثة وجمعة حوالين الساعة 6، وسلام. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو محرر يا الله، ننزل على ساحات الأقصى نصلي فيها ونقلب المقلوبة ونلعب لنا لعبة طابة، ونحس كمسلمين بشعور النصر اللي عشناه. يا رب يكون قريب عاجل غير آجل يا الله. وآخر شغل صغير يا جماعة الخير، انت أكيد بتصنع التأثير بالمشاركة بتنزيل الشيء بالوقفات، ولكل منا ميدان، وأنا بحكي لكم هذا ميداننا، والله ستتحرر، وإن تحريرها كلها بدأ.